فيديو اليوم وبكل بساطة هو عن الأثار. So, كنت عم أقول نعم أهلا مرحبا فيكم. إذا هي أول مرة عم تشوفوني ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتنضموا لصفحتي. اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان الفيديو رح يكون عن القطط. فإذا أنتوا بدكم تشتروا قطة وما عم تعرفوا شلون، أول مرة تربوا قطط بحياتكم، يعني كل هالقصص رح تعرفوها اليوم بهالفيديو. أول شي هذا سموكي. سموكي صار له تقريبا 7 شهور عندي، جبته هو عمره 3 شهور. حابة فيتكم اليوم بأول شي بدكم تفكروا فيه لما تشتروا قطة. القطة ما عندنا مشكلة إذا المكان صغير كبير ما بتفرق، بس من الشغلات المهمة إنه إذا بدكم تربوا قطة بدكم تعملوا حساب إنه تخلوها جوا البيت، لأنه أغلب الوقت لما بيطلعوا من البيت بيمرضوا، بيجيهم حشرات بجلدهم، شعرهم كتير بيلقط حشرات بسرعة، فهاي مشكلة. أول شي بدكم تعملوا إنه أنتوا تلاقوا محل موثوق فيه، تعرفوا إنه لا عندهم أمراض وإنه المحل نظيف، إنه المحل مو جايبهم والله من شي مكان هيك. سو تروحوا حبيبي حبيبي تعال، سو تروحوا على القليلة أسبوعين ورا بعض بس تشوفوا القطط الموجودة، تعرفوا شو طباعهم، شلون بتعاملوا، كل هالشغلات كتير مهمة، لأنه القطط من أول يوم ما فيكم تعرفوا شلون هن. القطط شخصيات مختلفة، طباع مختلفة، عندهم عادات مختلفة. أول مرة أي قط بيشوف أي إنسان ما بيروح هيك إنه واو يلا خلص بيعطي كل حريته وكل اللي عنده، بيضل عم بيتعامل بطريقة غير. مو كل القطط ببين طباعه الحقيقي. ممكن تقعد. مو كل القطط ببين طباعها الحقيقي من أول مرة، فلازم تضلكم عم تروحوا أسبوع 2-3 أيام ورا بعض، يلي بتكون يلي بيريحكم، بس مو من أول مرة. شوفوا كيف هو. هاي شغلات عن جد مهمة، كتير مهمة مو شوي. بعد ما تختاروا القطة اللي بتكون إياه، في شغلات كتير مهمة بتكون تأكدوا منها. أول شي إنه يكون العين ما فيها احمرار، ما طالع كتير أسود أو بني أو كتير مدمعة. هاد دليل على انه في انفكشن بعيونهم، انه في شيء بعيونهم، حساسية، التهاب. منخار القط، عيون القط وجلده، فيكم عن طريقه تعرفوا هل هالقط سليم او مريض. ومن المهم انه انتو تجيبوا قط سليم مشان يعيش معكم اكتر. بس اذا انتو اوريدي بتعرفوا تعملوا مع القطط، مربيين كتير، بتعرفوا تعالجون، اهلا وسهلا، اشتروا قط مريض عالجوه انتو، لانه في كتير ناس بياخدون وبيموتوا عندهم بالبيت. فاذا انتم مبتدئين دايما تجيبوا القط السليم. وعادة وقت تجيبوا قط كتير مهم انه انتم تروحوا تاخدوه على عيادة قبل ما تاخدوه على البيت، بس اطمنوا انه كل شيء منيح، انه كل شيء بيرفكت. حتى قبل ما تشتروه قولوا لصاحب المحل انه نحن بدنا نطمن انه هو صحته سليمة. اوراق، باسبور، شو مكان ما تاخدوا فيه، انتم بدكم تاخدوا انتم شو شايفين قدامكم. لازم انتم تتاكدوا 100% انه هالقط منيح وسليم، ما رح يسبب امراض لا لاهلكم ولا لبيتكم ولا لإلكم انتم. هلا بعد ما تختاروا القطه اللي بدكم اياها او القطه اللي بدكم اياها، بصير لازم تجهزوا كل شيء متعلق بالقطط مشان يقدروا يكونوا سعيدين بالبيت. اول شيء اي قط بتجيبوه في تطعيمات ضروريه لازم ياخذوها. 3 أنواع تطعيمات. تطعيم وقت يكون عمرهم 3 شهور، تطعيم وقت يكون عمرهم 6 شهور، تطعيم لما يكملوا سنة. هالتطعيمات ضرورية لأنه بيكونوا ضد الديدان والبراغيث، ضد الأمراض المعدية، ضد السعار، ضد كل هاي الشغلات. فمن الضروري جدا إنه أنتوا دايما تعطيون هالتطعيمات. هلأ شغلة، القطط بتنام وين ما كان، يعني اي مكان بيعجبهم بيناموا فيه، اي مكان، شو مكان، اي مكان، تختكم، اي شيء بيعجبهم. اول ما تجيبوا قطه اول يوم حطوها بالمكان يلي حيكون فيه رملهم واكلهم. اذا حطينه بحمام، يعني مثلا انا حطيتهم بحمام الضيوف، فاول مثلا ما جبت سموكي حطيته بالحمام، تركته يوم كامل جوا بهالحمام مشان يتعود انه الحمام هون والاكل هون. ما بتعملوا على الارض، بالحمام.
والقطط من النوع اللي كتير نضاف لدرجة انه ما بيقدروا يقضوا حاجتهم الا بقلب الرمل. هاي شيء كتير منيح، بس اذا ضاعوا بالبيت، اذا كان بيت كبير وضاعوا وما عرفوا وين الرمل، بيضطروا بقى يعملوا باي محل. فاهم الشيء، اول ما تجيبوا القطة تحطوها بمكان الرمل، تخليوها هنيك يوم ليتعودوا، وبعدين فيهم يطلعوا. اذا قطط من شهر للسنة، بدكم تهتموا انه انتم تجيبوا لهم الاكل المخصص للقطط الصغيره، لانه بيكون بيحتوي على بروتينات وعلى كثير معادن مفيده لهم. لما يكملوا السنه فيكم تبدلوا لهم الاكل تبعهم من اكل الاطفال الى اكل القطط الطبيعيه اللي هي البالغه تعتبر. القطط بيبلغوا وقت يطبقوا سنه، احيانا قبلها، ممكن على 8 شهور 9 شهور حسب، في احيانا كثير بيبلغوا يعني ابكر. نعم سموكي ما بيحب يقعد، ما بيحب ابدا. سموكي انت بطل الفيديو، انت بطل الفيديو، بدك تضل. نعم كل ولا زعلك يا سموكي، كل ولا زعلك. طباع القطط مختلفه، فاذا عندكم قطه بتحب كل شوي تيجي وحدا يدللها، اهلا وسهلا، لعبوا فيها قد ما بدكم. في قطط مثلا مثل هلا سموكي ما بالمود ابدا انه يقعد بحضن، اوكي خلص ما فيني اجبره. اذا بتجبروهم ببلشوا يكرهوكم، ببلشوا يبعدوا، ببلشوا يصيروا اجريسيف، ببلشوا يعني يصير عندهم عدوانيه، يعضوا يخربشوا يقطعوا، فمشان تحافظوا على اساس البيت وعلى انتو جلدكم انه ما ينخدش وهيك، تكون احريتهم كيف ما بدهم، خلوهم هن بالاول وبالاخير. رح يجي ساعة باليوم يجوا لعندكم، يا طالبين اكل يا اما طالبين انه تعدللني هيك. والقطط اللي شعرهم طويل حتى شعرهم قصير دايما لازم تمشطوا شعرهم، اذا ما مشطوا لهم شعرهم بسبب قشرة مثل قشرة الراس، بسبب بكتيريا، بسبب يعني شو قلكم، بتشلبك الشعر سوا، ف كمان بسبب امراض له، واحيانا بتسبب تهيج بالجلد، فبتكون تنتبهوا لهالقصص كثير وتضلكم تمشطولن اياها. وفي معلومه بس بدي اقولها، لانه انا بيوجعني قلبي على القطط يلي بيعيشوا فتره ببيوت وفجاه بيروحوا. اذا انتو مو متاكدين 100% انه هالقط رح يعيش معكم حياه سعيده، رح يعيش معكم لعمر طويل، من الاساس لا تجيبوه. اذا جايبين القط مشان البيبي يلعب فيه، او ابنكم بده قط وانتم ما مقتنعين انه رح يضل طول العمر، حرام انه انتم تجيبوه وتعلقوه فيكم. فدايما اذا بدكم تجيبوا قط اعتنوا فيه كتير منيح واهتموا فيه، واذا اي حدا عنده اي سؤال عن تربية القطط او اي شيء بتعلق بالقطط فيكم تكتبوا لي بالتعليقات وانا رح جاوب عليكم من خبرتي اللي هي دامت 15 سنة بتربية القطط، توليد القطط، اعتناء بالبيبيات الصغار وهالشغلات كلها. اذا عندكم اي استفسار فيكم تسالوني وانا رح جاوبكم. وبدي اقول لكل المتابعين شكرا لكم، وشكرا لاضافتكم، وشكرا لكل الجداد اللي عندي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، وكومنت اذا بتحبوا، وان شاء الله بشوفكم بفيديو اخر بيوم اخر. I love you. Bye.